تغيير اسم القناة على اليوتيوب مانو صعب كتير، بس بده تكنيك بسيط لحتى ينعرف. مرحبا، أنا كيندا الكاتب، موجودة معكم عبر اليوتيوب وعبر المنصات لنحكي مع بعضنا بموضوع بخص الرقميات. لهيك اليوم إذا أنت مهتم تعرف كيف بتقدر تغير اسم قناتك على اليوتيوب، بتمنى أنك تشاهد الفيديو للآخر ولا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعل زر الجرس ليوصلك كل جديد. بهذا الفيديو رح أقدم لكم كيف تقوموا بتغيير اسم القناة والصورة الملف الشخصي على اليوتيوب بسهولة بدون حاجة لأي تغيير من حساب تبع جوجل الأساسي. بيظهر اسم القناة والصورة والملف الشخصي على الصفحة الرئيسية للقناة وعلى صفحات المشاهدة للفيديوهات، وكمان على التعليقات والإجراءات الأخرى. أولاً، لتغير هذا الاسم أنت بحاجة لكمبيوتر أو موبايل، وبتروح على اليوتيوب ستوديو، ومن هنيك من القائمة بتضيف على التخصص، ومن هنيك بتروح على المعلومات الأساسية، تضيف على التعديل على اسم القناة، وهون تقدر تضيف الاسم اللي بدك إياه. بس لا تنسى أنك تحفظ وتشارك المعلومة. تعرفنا على اسم القناة بالكمبيوتر، شو رأيكم نستكشف كيف منقدر نعدل اسم القناة بالموبايل؟ منروح على قناتنا، ومن هنيك مندخل على Your Channel أو قناتك، وبالتعديلات تخصصات بتغير الاسم بالكبسة على هذا الزر، وهيك بتضيف الاسم اللي بدك إياه وبتحفظه بكل سهولة. لا تنسى أنه بدك عدد من الأيام لحتى يتم هذا الإجراء، يعني بدها وقت شوي، ما رح تصير تغري. وإذا كان عندك العلامة الزرقاء أو أنت متخصص، فلازم ترجع تعيد الطلب للعلامة الزرقاء لحتى يرجعوا يعيدوا لكم إياها. أما إذا أنت حابب تضيف هلأ الصورة للبروفايل من الكمبيوتر، يلا ندخل على اليوتيوب ستوديو وعلى التخصصات كمان، ومن هني ندخل على شيء اسمه البراند أو العلامة التجارية، وبتضيف عن طريق كبسة الكمبيوتر الصورة اللي بدك إياها. فيك تصغرها، تكبرها، توضحها، بس لازم تكون جودتها عالية، ولا تنسى أنك تحفظها وتشاركها. أما من الموبايل هلأ رح نروح على القناة الخاصة لإلك بالكبسة على الزر، وبعدها على التشانل اللي هي قناتك والتعديلات، وبندخل على تعديلات الأسماء، بس بنكبس هالمرة على الصورة، ومن هون بنختار صورة من الألبوم اللي عنا إياه بالموبايل، ومنعمل لها سيف يعني حفظ، وهيك بيكون تغير صورة تماماً الموجودة بالبروفايل. خلينا ناخد بعين الاعتبار خصوصية أو الفايل الملف للصورة. لازم نعرف أنه هي الأولويات الأساسية للصور محددة. مهم كتير قياس الصورة، وإذا كانت أكبر من هيك أو أنقص لحتم رفضها، والفايل لازم يكون 4 ميجا بايت، هذا أكتر الشيء. وإذا كان عندك أي أبديت للصورة بتاخد شوية أيام إذا كان اليوتيوب تبعك أصلاً مشهور، بس لازم تنتبه للقواعد الأساسية للمجتمع ضمن اليوتيوب. خد بعين الاعتبار هاي الملاحظات، بلفت نظرك لنقطة، وجودك ومعلوماتك واسمك الموجود على اليوتيوب مو ضروري يكون أبداً نفس اللي موجود على حسابك بجوجل، كل واحد ممكن يكون فيه له خصوصية محددة. بتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، ما عليكم إلا إنكم تخبرونا رأيكم بالكومنتس. شكراً كتير لإلكم ولوجودكم عبر قناتنا ومشاهدتكم الطيبة. إلى اللقاء أصدقائي.